بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل مع طلاب أكاديمية اللغات الإسلامية الصف التاسع في مادة الحاسوب. وصلنا عند الدرس الثاني، تمام، اللي هو بدء العمل في برنامج صانع الأفلام. بدء العمل في برنامج صانع الأفلام، تمام شباب. بدنا تمام. تعلمنا الحصة الماضية عن كيفية تنزيل برنامج صانع الأفلام. اليوم بدنا نفتح البرنامج. حاول الجميع يلتزم معي ويركز، تمام. تمام استاذ. شباب بدنا ندور على برنامج صانع الافلام. هيو انا حاطه على الديسكتوب عندي ويندوز موف ميكر، شايفينه؟ شايفين الماوس هنا ويندوز موف ميكر، هيو تمام. نقل مزدوج في بزر الفار الايسر عليه وبفتح البرنامج. خلينا ننتظر عشان يفتح البرنامج. الجميع يفتح كتابه. تفضل يا علي، يلا اقرا لي. يعد برنامج صانع الافلام. يعد برنامج صانع الأفلام أحد البرامج السهلة لإنتاج الأفلام، ويتميز هذا البرنامج بخصائص عديدة تمكنك من العمل على العديد من العمليات، مثل تعديل مقاطع الفيديو، تصميم ألبومات الصور التي تحمل أحلى ذكريات الطفولة أو الرحلات أو المناسبات، وتصميم العروض والأفلام الدراسية، وتصميم الأفلام الوثائقية وإنتاجها وغيرها. ستتعرف في هذا الدرس كيفية تنفيذ هذا البرنامج والأجزاء المختلفة في شاشته الرئيسية وكيفية التعامل معها. ممتاز شباب. خطوات تشغيل البرنامج اللي هو، تفضل يا عبد الله. اول شيء عبد الله العمري، تفضل اذا سمحت. يمكن تشغيل البرنامج بتطبيق الخطوات الآتية: انقر على زر ابدأ ستارت، 2 اختر جميع البرامج او البروجرام، اختر برنامج صانع الافلام ويندوز موفي ميكر عندما تظهر الشاشة الرئيسية. ممتاز، اختار برنامج صانع الافلام ستارت او البروجرام، بعدين ويندوز موفي ميكر. بس انا حاطه عندي على سطح المكتب، تمام، حاطه عندي على سطح المكتب، تمام. فبنقل عليه بزر الفار الايسر نقل مزدوج فيتم تشغيل البرنامج. شايفين يا شباب هاي البرنامج قدامك. شباب الجميع لازم يكون نزل البرنامج عنده. الحصه الماضيه حكيت لازم الجميع ينزل البرنامج عنده، تمام. استاذ، هذا احدث اصدار صح؟ استاذ، سؤال بس، الاصدار سؤال مختلف. نعم تفضل يا عبد الله. احمد. انا احمد تفضل. هسه انت عند انا يعني هو ما بيجي مع المايكروسوفت مباشرة، ولا لازم احنا ننزله من الجوجل؟ نزله من جوجل ايش اسمه؟ ويندوز موفي ميكر، اكتب تنزيل برنامج صانع الافلام زي ما انا كتبت المره الماضيه ونزل عندي. هذا الليفل اللي انا نزلته، تمام. ماشي. هو شوي في اختلافات بسيطه في الشكل ولكن نفس المبدا، نفس المبدأ، تمام. وراح نتعرف على أجزاء الشاشة الرئيسية للبرنامج. اتفرج لي على الشكل، صفحة 2 إلى 6، صفحة 48، تمام، اللي هو الجزء الأول وهو المجموعات. تفضل يا مصعب. مصعب إذا سمحت. عبد الله بقول لك انه ما بنزل على التليفون. لا بده جهاز. نعم، تفضل يا مصعب اقرأ للمجموعات. المجموعات تظهر فيها العناصر التي تستورد للعمل، مثل مقاطع فيديو او صور او مقاطع صوتية، ويعرض باختيار التبويب المجموعات او عن طريق السهم. شايفين هذا الجزء اللي فيه كلمة صورة مكتوب عليها إبراهيم، مكتوب صورة ثانية أكاديمية الميقات الإسلامية، هذه اسمها المجموعات، وهي المكان الذي تظهر فيه العناصر التي ستورد للعمل. شايفينها، هذه هي المجموعات يا اسمادي. اوكي، النقطة الثانية، تفضل يا اسمادي. نافذة مهام الفيلم تحتوي على الأوامر المستخدمة هيا شايفينها، أكمل يا مصعب اسمادي. تحتوي على الأوامر المستخدمة في العمل، فيمكن عن طريقها استيراد مقاطع الفيديو أو الصور أو المقاطع الصوتية. كذلك يمكن إجراء التعديلات على الفيلم وتخزينه، ويمكن إظهارها
نقر على زر مهام. ممتاز. إذا نافذة مهام الفيلم هاي الموفي تاسك، شايفينها؟ هذه هي الموفي تاسك، وتحتوي على الأوامر المستخدمة في العمل، فيمكن عن طريقها استيراد مقاطع الفيديو. تمام، هيو الفيديو، بتكتب على الفيديو هنا، تكبس على الفيديو، تمام، فبظهر لك المقاطع اللي أنت بدك تستوردها. النقطة الثالثة، بدنا شباب جداد، تفضل يا محمد طه. محمد طه إذا سمحت. والله كنت عم بحكي والمايك مسكر، تفضل. آسف. شريت المشروع لوحة العمل. عند إنشاء المشروع وتحريره، يمكن عرضه بطريقتي: لوحة العمل ستوري بارت، أو الفترة الزمنية تيم لين، تايم لاين. ويمكن تيم لاين، ويمكن التنقل بينهما عن طريق النقر على إظهار لوحة العمل أو إظهار الفترة الزمنية. شباب، شريط المشروع اللي هو هاي هي شريط المشروع، شايفينها؟ هذه هي شريط المشروع، حيث تعرض لوحة العمل وفترة الفترة الزمنية. هاي لوحة العمل وهاي الفترة الزمنية، شايفينها؟ هاي الفترة الزمنية اللي هي بالثواني، ويمكن التنقل من خلال النقر هنا. تفرج لهنا، شايفينها؟ هاي التايم كود اللي هو اختصارها اللي هي التايم لاين، تمام، لوحة العمل والفترة الزمنية، يمكن التنقل من خلال هذا هي شريط المشروع. تمام، النقطة الرابعة اللي هي الستوري بورد. الستوري بورد، معنا أحمد عود تفضل. لوحة العمل. تعد لوحة العمل طريقة العرض الافتراضية في هذا البرنامج، ويساعد استخدام لوحة العمل على مشاهدة تسلسل مقاطع الصور أو مقاطع الفيديو في المشروع وترتيبه. وتسمح طريقة العرض هذه أيضا بمشاهدة أي تأثيرات في الفيديو أو انتقالات فيديو أضيفت ستتعرف عليها فيما بعد. كذلك يمكنك معاينة جميع المقاطع في المشروع. إذا هذه هي تعرض لك لوحة العمل، طريقة العرض الافتراضي في هذا البرنامج يساعدك استخدام لوحة العمل على مشاهدة تسلسل المقاطع الصور أو الفيديو في المشروع وترتيبها، وتسمح بمشاهدة تأثيرات الفيديو، التأثيرات الإفكت والترانزيشن، تمام، هي الإفكت والترانزيشن اللي انتقلت كمان أيضا، تمام، وكذلك يمكن معاينة جميع المقاطع في المشروع. النقطة الخامسة، هذه النقطة الخامسة، بدنا شباب جداد، يلا مين بده يشارك معنا؟ يا رشاد، تيم، تفضل يا تيم. الفترة الزمنية. يساعدك استخدام الفترة الزمنية على مراجعة توقيت المقاطع الموجودة في المشروع أو تعديلها، واستخدام أزرار الفترة الزمنية إظهار لوحة العمل لتطبيق بعض المهام، مثل تغيير طريق عرض المشروع أو تكبير تفاصيل المشروع أو تصغيرها أو تسجيل الحديث أو ضبط مستويات الصوت، ويعرف تنسيق بس الوقت. استنى شويتين. اذا تساعدك الفتره الزمنيه هاي اللي انا حاط الماوس عليها، يساعدك الفتره الزمنيه على مراجعه توقيت المقاطع الموجوده عشان تتوافق الصوت مع مع الصوره، عشان يتوافق الصوت مع الصوره ويصير فيديو صحيح. تمام، اذا بتلاحظ في فيديوهات مرات بكون فيها الصوت متاخر عن الصوره. لا، من خلال الفتره الزمنيه بتساعدك على ترتيب الصوت مع الصوره، ومراجعة توقيت المقاطع الموجودة في المشروع أو تعديلها واستخدام أزرار الفترة الزمنية. هيها، وهي إظهار لوحة العمل، شايفينها؟ صفحة 49، إظهار لوحة العمل لتطبيق بعض المهام، مثل تغيير طريقة عرض المشروع أو تكبير تفاصيل المشروع وتصغيرها أو تسجيل الحديث أو ضبط مستويات الصوت. ضبط مستويات الصوت، وأيضا يعرض تنسيق الوقت بالشكل التالي: أعشار الثانية والثانية والدقيقة والساعة. يعرض بأعشار الثانية، شايفين؟ أعشار الثانية والثانية والدقيقة والساعة، هي أعشار الثانية والثانية والدقيقة والساعة. وكذلك أيضا يمكن معاينة جميع المقاطع في المشروع، وعند إظهار الفترة الزمنية تظهر المسارات التالية في المشروع. صفحة 50، افتح كتابك صفحة 50 إذا سمحت. أستاذ، سؤال. يعرض عدة انتقالات، تفضل يا علي. أستاذ، هو بتقدر هذا تعدل عليه مثلا الفترة الزمنية لكل مقطع؟ طبعا، مثلا نزلنا مقطع صوتي مثلا طوله دقيقة، اوكي، لا، والصورة قصدي الصورة. ما بدي احكي لك، نزلنا مقطع صوتي مثلا طوله دقيقة،
تمام، واول شيء احنا حاطين صوره بعدين يجي المقطع الصوتي، لا احنا بدنا نرجع المقطع الصوتي على الصوره، انه لما تظهر الصوره يجي المقطع الصوتي. تمام، يعني مثلا تدمج عده صور، مثلا عده صور مثلا شخصيه لك مثلا 10 صور، وبدك تحط فيديو، بدك تحط بدك تضيف مقطع صوت ويشتغل هذا مقطع الصوت على ال10 صور. تمام، بتوزعه على ال10 صور انه يكون شغال نفسه. تمام، تمام انه يضمن الدقيقة، المقطع الصوت اللي نزلناه لمدة دقيقة يضمن ال10 صور. تمام يا علي، تمام ويوجد عدة أشكال، ويوجد عدة، وتظهر وعند إظهار الفترة الزمنية تظهر المسارات التالية في شريط المشروع: فيديو، انتقالات، صوت، صوت وموسيقى، هاي اللي شايفينهن، ميوزك، وتراكم العنوان اللي هو تايتل اوفرلاي، هايها شايفها الاوفرلاي. تمام، خلينا نشوف الفيديو. الفيديو حيث يسمح مسار الفيديو بمشاهدة مقاطع الفيديو أو الصورة أو العناوين التي عملت على إضافتها للمشروع، وعند توسيع مسار الفيديو بالنقر على إشارة الزائد. تمام، زي ما سألت أنت يا علي، وعند النقر على إشارة الزائد يظهر مسار الانتقال ومسار الصوت، مسار الموج الانتقال. تمام، النقطة الثانية وهي اللي هي ترانزيشن، الانتقالات، ترانزيشن الانتقالات. دقيقة أشوف مين اللي عنده ملاحظة على الشات. يلا مش مشكلة يا حسني، سأبل سؤال بس. اسأل يا أحمد تفضل. هسه في إصدار ممكن، يعني فرضا لو نزلت إصدار 1.4، 1.6، 1 في ترجمة اللي هو البوينت 6 في ترجمة بالعربي، نعم بظبط أنزل برنامج للترجمة للبو 1.4؟ طب ليش تنزل برنامج للترجمة؟ ليش ما تنزل 1.6؟ فرضا ما بنزل عندي. ايش هو؟ هاي أنا بعرف موقع اسمه معتز دوت نت، هذا بنزل لك كل شيء بس مش لاقي البرنامج. طب بلاش من موقع معتز دوت نت، اكتب مثلا ويندوز موف ميكر 1.6 بنزل لك دايركت. طبعاً. تمام، بس شو هو احدث اصدار؟ ايش هو احدث اصدار؟ قد ايه رقمه؟ في عده اصدارات، في وصل لل 2.2. استاذ انا عندي موفي ميكر 10 من مايكروسوفت نفسها، انا شغال على الكمبيوتر، حتى الزوم على الكمبيوتر، بس معطيني انه موفي ميكر 10. طيب اوريك انه بقدر انزل 1.6. هاي موفي مش عارف، ابعث لك اياها على الواتساب بالصوره. خليك معي هاي بدي اضيف لك. هاي جوجل، هاي بعت لك الصوره يا استاذ. هاي بدي انزل لك 1.6 ويندوز موفي ميكر، سوري استاذ انا بعت لك الصوره لو تشوفها احسن. ثواني بالله يا احمد، هو اللي عندنا في الكتاب 1.6 صح؟ دقيقة نكتب داونلود ويندوز موفي ميكر 1.6 فري داونلود. هذا 2.6، هذا 2014 أتوقع، هذا هو ال 1.6 صح؟ اتوقع هذا هو، اتوقع 1.6. لا احنا اللي عندنا ايش هو علي؟ احنا عندنا بالكتاب اصدار غير، مش هذا الاصدار. متاكد؟ مو هيك شكله، بس بتاكد لك من اسم الاصدار. طيب استنى شوي نشوف، ارجع لك.
1.6 احنا استاذ، مش 1 2.6. متأكد؟ هي مكتوب بالكتاب بالبداية 2.6. ايوه هذا هو عندنا بالكتاب. هاي احدث نسخة، هاي اللي شغال عليها انا تحت، هي صح؟ تو بوينت سكس. نشوف النزل هذا. استاذ عادي بقبله، بقول لك اقبله. مين احمد؟ خلص يعني فتت فوت. استاذ شفت الصوره؟ والله ما انتبهت يا احمد، بس دقيقه خلينا ننزل هذا شوي. هاي اوبن. هاي نيكست. 2.6 اوكي. اكسبت. انستول. بس بدي وقت. شايفينه؟ خلاص خلينا نكمل هسه لحد ما ينزل. اوكي. اوكي. تمام، خلينا نكمل شباب. اخذنا الفترة الزمنية التايم لاين، اخذنا الصوت اللي هو الاوديو، تمام. هسه الميوزك، هاي هي الميوزك. تفضل يا علي ويسمح مسار الصوت او الموسيقى. يسمح مسار الصوت بمشاهدة ملف الصوت المضمن في أي مقاطع فيديو عملت على إضافتها إلى المشروع. وإذا عملت على حذف ملف الصوت عن هذا المسار سيزال مقطع الفيديو أيضا من مسار فيديو. أول شيء الصوت، يسمح مسار الصوت بمشاهدة ملف الصوت المتضمن في أي مقاطع فيديو عملت على إضافتها إلى المشروع. وإذا عملت على حذف ملف الصوت عن هذا الصوت عن هذا المسار سيزال مقطع الفيديو أيضا من مسار صوت. يعني إذا حذفت الصوت راح ينزال المقطع الفيديو كامل، تمام، راح يروح مقطع الفيديو. طب الصوت أو الموسيقى، حيث يسمح مشاهدة ملفات الصوت أو مقاطع الصوت التي عملت على إضافتها، حيث يظهر اسم مقطع الصوت على هذا المسار، ويمكن أيضا إضافة مقاطع فيديو إلى هذا المسار في حال إرادتك تشغيل الصوت المرافق للفيديو فقط. وتراكم العنوان اللي هو الأوفرلاي، اللي هو التايتل أوفرلاي، اللي هي تداخلات العنوان العناوين مع بعضها البعض، حيث يظهر أي كلمات تضاف إلى عناصر الفيلم، حيث يمكن تحديد مكان الكتابة ومدتها. طب نتعرف شباب على نافذة العرض. نافذة العرض اللي هي أقرأ، شايفينها؟ أقرأ أستاذ. ها هي نافذة العرض، تفضل يا مصعب. نافذة العرض استخدم لمعاينة مقاطع الفيديو أو الفيديو كاملا أثناء العمل لرؤية التأثيرات التي أضفتها، وتحتوي على أزرار التحكم المبينة في الجدول. هاي شايفينها؟ هي نافذة العرض شباب، هاي نافذة العرض. اول زر وهو زر التشغيل، هيو هسه بوريكم اياه. زر التشغيل هيو، تمام، هيو مكتوب بلاي. هذا الزر اللي جنبه ستوب، زر ايقاف التشغيل. هذا الزر اللي هو بريفيوس فريم، اللي هو زر ارجاع الفيلم الى بدايته. وزر التقديم، وهذا الزر اللي هو نيكست فريم. نيكست فريم اللي هو زر تقديم الفيلم الى نهايته. صوت شباب، زر تقديم الفيلم الى نهايته، تمام. وفي عندنا زر تقديم الفيلم اجزاء صغيره وترجيع الفيلم اجزاء صغيره، الكل بيعرفه. بس خليكم معي دقيقه شوي. والله شباب، هاي فينيش. ردت ينزل زي الشريط هسه، يكون شكله نشوف نزلنا على الشاشه.
هيو فوق وين شفته؟ لما تدخل على ستارت. لا لا على ستارت، فوت على ستارت استاذ. هاي هذا هو. هيو فوق، ايوه هذا. شغلنا لكم استاذ اياه. استاذ استاذ، تفضل. الويندوز اللي عندك هذا اصلي؟ طيب افتح على المايكروسوفت ستور، موجود بال انا مش رابطه، مش عامل له ابديت. انا خلنا نطفي لانه هذا، خلنا نطفي فوتني هذا. هذا مباشرة، لانه ليتر، شايفين شباب هذا اللي انتم بدكم اياه، تمام؟ بس كيف بدنا نحطه عربي؟ من فايل اول اشي هاي باللغة الفرنسي ولا ايش؟ مش عارف والله. هو حسب اصله شايف هاي مع شو اصله. شكلها. شكله مو فرنسي. لا لا مش فرنسي ولا انجليزي، ايطالي شكله. اسباني يمكن اسباني اسباني. ممكن. ميبي ميبي يس. هاي احنا بنترجم لك من عنا يا استاذ، من نفس السطور اللي عنا. يبتدي اول واحدة على الشمال ملف، هاي هي صح، المفروض واحدة من هدول يمكن قبل الأخيرة. طب وين السيتنج تبع الاعدادات تبعت البرنامج؟ مش عارف عندي، احاول اشوف لك لقدام اذا ما طلعين لنا صورة الملف. طيب اسمعوا شباب، خلينا نكمل على البرنامج هذا، تمام؟ خلينا نكمل على البرنامج هذا وانا بحوله بعدين عربي. ثامن، تاسع. استاذ اوكي، خلينا نبلش بالمشروع والفيلم. المشروع والفيلم حيث يبدا عمليه. شباب اقطع الصوت لو سمحتم، اقطع الصوت. في واحد فاتح يوتيوب شكله أو تلفزيون. حبيب أيوة أستاذ، اقطع الصوت من عندك. من عندنا أحمد عودة. أيوة أستاذ، ثواني ثواني بس. خلينا نكمل المشروع والفيلم. تبدأ عملية إعداد الفيلم بتجهيز المشروع وذلك باستيراد العناصر المكونة للمشروع، ثم إضافة التأثيرات الصوتية والانتقالية، ثم استعراضه، وبعد ذلك حفظه، وعند الانتهاء من جميع التعديلات اللازمة والتأكد من أن المشروع أصبح جاهزا للعرض يحفظ بصيغة فيلم. والجدير بالذكر أن المشروع يحفظ باسم ملف ذي الامتداد. شباب الامتداد مهم جدا، إذا المشروع يحفظ باسم ذو امتداد إيش؟ دوت ام اس دبليو ام 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 اس دبليو ام 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 اس دبليو ام ام. أما الفيلم فيحفظ دوت دبليو ام في. إذا في عندنا مشروع وفي عندنا فيلم. المشروع اللي هو بيكون قابل للتعديل يحفظ بصيغة MSWMM، أما الفيلم اللي غير قابل للتعديل يحفظ بصيغة WMV. تمام شباب؟ تمام أستاذ. ويمكن باستخدام ملف المشروع إجراء أي تعديلات على مكوناته، حيث يحتفظ بترتيب المقاطع التي أضيفت إلى شريط المشروع بالإضافة إلى أي تأثيرات أخرى عملت عليها. أما ملف الفيلم فلن تستطيع إجراء أي تعديلات عليه إلا باستخدام تقنيات تتعرف عليها فيما بعد. وفيما يلي عرض الخطوات حفظ المشروع. حفظ المشروع، تمام شباب، مثلا أنا بدي أستدعي صورة، إمبورت فيديو أو إمبورت إيمج صورة، تمام؟ ركزوا معي، هاي مثلا أي صورة بدي أحفظها، مثلا فيش صور هنا، سيف بيكتشر، فيش عندي صور على الديسكتوب، في عندي صور هان،
تقدر تدور على النت. هاي صورة، هاي صورة مثلا، اوكي انا بدي انزل صورة من الديسكتوب تبعي، هاي نزلتها، هاي نزلت عندي، تمام. بحكي لك خطوات لحفظ المشروع، خطوات لحفظ المشروع. طب خلينا ننزل صوت، نجرب ننزل صوت، امبورت اوديو اور ميوزك. بدك تنزل صوت او فيديو، او فيديو، ننزل فيديو مثلا، نشوف، نجرب فيديوهات اللي عندنا هنا. الفيديوهات حصص محاضرة بشوف استاذ، المشكلة طويلة، حصص طويلة كلها، فبطول لما يحملها على ينزل على الجهاز. اوكي بدي احفظ المشروع، مشروع مش فيلم، تمام، من نتورك نفس استاذ، من لائحة فايل. جرب استاذ، جرب بالنتورك بتقدر. شو بالنتورك؟ شوف تقدر تنزل صوت من نتورك. نتورك علي، فيش شيء اسمه نتورك؟ ما في. ايوه في، ما في، لا لا. شباب، من فايل، من فايل، سيف، من لائحة ملف فايل، نختار سيف بروجكت از. سيف بروجكت از اللي هي وين لائحة ملف فايل؟ عفوا، ها هي فايل استاذ، مفروض تحتها يمكن. شباب انا الحصه الجاي بنكمل في المشروع، بنكمل في البرنامج، تمام، بس احنا نزلنا نفس الاصدار وتعلمنا على الاجزاء الرئيسيه للشاشه، هي الاجزاء الرئيسيه للشاشه المشروع، تمام. الحصه القادمه ان شاء الله بنكمل، وانا بكون عملته عربي. اوكي شباب، اوكي استاذ، هيك بنكفي لحد هنا، هيك بنكون وصلنا، عشان نكون عارفين بنكون وصلنا لصفحه 52. 52 52 شباب، اوكي استاذ. طيب يعطيكم العافية. عبد الله ما شفناش لك حضور. هيني. طيب إن شاء الله الحصة القادمة بنكمل، يعطيكم العافية.